مشامخة، ودولة يحسب لها ألف حساب في عالمنا المعاصر. يقول شيخ الرحالي ابن بطوطة عن الصين، يقول بأنها أعظم الأمم إحكاماً للصناعة، وأهلها لا يمكن مجاراتهم في التصوير والنحت. هذه الشهادة محفورة في أذهاننا نحن العرب منذ أبرزها الرحال العربي الأشهر في سيرة رحلاته، كما يشهد بأكثر من ذلك العرب المعاصرون ممن تعرفوا على الحضارة الصينية عن قرب. أستعير الآن عبارة الرئيس الصيني حين قال: دعونا نكرس روح طريق الحرير والسير نحو هدفنا خطوة بعد خطوة، وبذل جهود دؤوبة لتحقيق النهضة العظيمة للأمتين الصينية والعربية. السيدات والسادة، على بركة الله نبدأ مع كلمة معالي المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمهورية المصرية العربية. فليتفضل.